اهلا بيكم اعزائي مشاهدي قناة على الماشي. انا نسيم فهمي. النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نكتب حروف الانجليش بالكيرسيف رايتنج او الكتابة المشبكة. الكتابة المشبكة طبعا الحروف زي ما اتفقنا ان هي فيها lower case حروف small و upper case اللي هي الحروف الكابيتال. النهاردة هناخد الحروف السمول بس، يعني هناخد lower case من الكيرسر فورم او الكيرسر فونت، يعني ده نوع من الكتابة اللي هو المشبك، بيبقى شكله جميل جدا. هنتعلمه مع بعض، واثناء ما احنا بنكتبه هندردش مع بعض وشوية حاجات برضو في الحروف وفي الانجليش عامة. يلا نبدأ واتفرجوا معايا. اهلا بحضراتكم، النهاردة نكمل مع بعضنا ازاي نكتب الـ lower case او الحروف small بتاعت الانجليش بس بخط اسمه cursive. cursive معناها الخط المشبك، تمام. احنا عندنا زي ما قلنا هنستخدم الخطين دول في الكتابة بس دلوقتي قدامكم، لكن احنا في الطبيعي بنكتب على الخطين دول عشان بس الخط يبقى باين. تعالوا نبدأ مع بعضنا وندردش مع بعض في بعض الحاجات في الالفابت. حرف الـ A أهم حاجة في الكيرسيف إن احنا بيبقى فيه خط لشبك الحرف باللي قبله، فالـ A لما أجي أكتبه لازم يبقى فيه خط كده، تمام كده، وبعدين إيه؟ أوكي كده، تمام. يبقى احنا عندنا الشرطة دي مهمة في معظم الحروف عشان نشبكها بالحرف اللي قبلها، ده اسمه الكيرسيف عشان بيتشبك، تمام. نكتب مع بعض واكلمكم دلوقتي على حاجة اسمها السبيلينج الفابت. ده حرف البي، اوكي. السبيلينج الفابت من اسمها كده يعني بتستخدم في ايه؟ ليها اسماء تانية الاول قبل ما نبدا فيها هي نفسها. في حاجه اسمها التليفوني الفابت، وفي راديو تليفوني الفابت، والتليفون الفابت، والفوناتيك الفابت، كل دي اسماء ليها. لكن يعني ايه هو استخدامها؟ قال لي لما يكون في حد في طياره مثلا، اوكي، او في على الاذاعه او على الراديو، على الراديو او يعني اي اتصال لاسلكي بمعنى صح، كويس. ولما يجي يتكلم مع حد وينطق كلمه زي مثلا حرف زي البي او البي، البي والبي، فممكن اللي بيسمع يتلخبط ما يعرفش انهي حرف. حرف زي التي والدي نفس الكلام، في حروف متشابهه كتير قوي في النطق، فممكن اللي بيسمع بسبب سوء الاتصال ما يفهمش الحرف اللي مكتوب ايه. فعشان دي كانت ممكن تعمل مشاكل كتير جدا في الطيران، قال لك احنا نعمل حاجه اسمها ايه، السبيلنج الفابت، وهي عباره عن ان انا اجيب كلمه تبدا بكل حرف واستخدمها مكان الحرف. يعني لما احب اقول مثلا حرف الاي اقول الفا، واختاروا كلمات بعيد في النطق عن بعضها خالص عشان ما تلخبطش مع بعضها. البي قال لك برافو، يبقى اما احب اقول اي بي اقول ايه، الفا برافو، تمام. انا هعمل لكم لسته بالكلمات لكل حرف واحطها لكم في الفيديو. نكمل كتابه واحنا بنتكلم، اوكي. حرف الاي زي ما قلنا كده، وممكن يعني بيطلع شرطة كده وبعدين نعمل حرف الاي كده، او في ناس بتعملها على طول كده، الاثنين صح، اوكي. الاف صعب شويه، تمام، لانه بيبدا من هنا كده وينزل ويطلع كده، اوكي.
حرف الاف. نكتبه تاني كده، الجي طبعا هنا بنستخدم الشرطة اللي هي بتوصل، وبعدين ننزل كده كده الاتش او الهيتش كده، الاي تمام. نرجع تاني للفوناتيك الفابيت. عملوا الفوناتيك الفابيت كلمات، بس خدوا بالكم احنا نفسنا بنستخدمها. يعني مثلا واحد يجي يقول لك ايه كلمه present present، فمش عارف يكتب present بالبي ولا بي، فتقول له ايه present p as in pen او p for pen، يعني البي اللي بتبدا بحرف في كلمه pen. يبقى انا كده بستخدم اهو السبيلنج الفابيت بس من غير ما اخد بالي. وبعدين احنا الاشخاص العاديين مش شرط ان هم ايه يستخدموا الكلمات اللي هي اصلا ستاندرايزد، يعني اصلا ثابت، لان في كلمات ثابته في السبيلنج ده. احنا ممكن نستخدم اي كلمات، بس طبعا لان احنا مش مطالبين، بس في الشركات الطيران والحاجات دي لازم يستخدموا الكلمات الموجوده في الليست بتاعتهم، ما ينفعش يطلعوا بره. فالموضوع مش سهل يعني. عملوا تعداد لكام وحده الفابيت، يعني عملوا كام الفابيت لحد دلوقتي موجودين؟ تخيلوا، مش هتصدقوا، في 203 الفابيت بتستخدم السبيلينج الفابيت. طبعا كل شركة وكل مؤسسة وكل تعمل الفابيت خاص بيها، سبيلينج الفابيت خاص بيها عشان تستخدمه، لكن الستاندرايزد اللي هي المستخدمة عالميا اللي هي الفا الفا برافو وهكذا. اوكي، احنا عند حرف الكي، كي حرف الاو. حتى الارقام عملوا لها كلمات عشان تبدا برضو نفس الكلام. يعني مثلا كنا واقفين عند ال L، ال 1 1 2 3، كلمه 3 بقوا يعملوها كلمه تري عشان ما يلخبطوهاش في كلمات تانية. اوكي، عشان ساعات في ناس تسمعها 3. كلمة 4 بقوا يكتبوها كده F O W E R، فور فور، طولوا الفاول اللي فيها شوية عشان ما تتلخبطش في كلمة 4 فور. 5 بصوا عملوها ازاي، كلمة 5 بقت ايه، بقت 5 بالاف، يعني رقم 5 ده ال 5. اوكي، ليه؟ عشان ما يلخبطهاش مع كلمه فاير. فاير يعني اطلق النار، ممكن طيار يبقى يسمع كلمه فاير على انها 5 يوم يضرب نار فتبقى مشكله، انما هنا قال لها اسمها 5 بالف مش فاير، مش عشان ما تبقاش زي فاير. اوكي، يبقى 4 5 ناينر، الرقم 9 بقى ناينر. ناينر حط لها الايه الار عشان ما تتلخبطش مع كلمه ناين او ناين بالالماني اللي هي لا. اوكي، حتى كلمه thousand خلاها thousand thousand من غير ال تي اتش، thousand يعني ألف. تمام، نرجع تاني للألفابيت بتاعتنا، حرف ال L بعده ال M كده، تاني N. اوكي، O
بتتشبك من هنا وبتتوصل من هنا. اوكي بي، البي بتتوصل كده، ممكن نعملها كده او كده ماشي، وناخدها من هنا. كيو نفس الكلام كده، وتيجي من هنا كده، بس مش تبقى زي جي يعني، بنعملها زي بنعملها كده وتيجي كده. او ممكن نجيبها من فوق، او هكتبها لكم تاني. كيو من هنا اوكي، ار اس تي يو V W طبعا كده X، انت بتشبكها هنا وبتعمل كده ماشي، وبتشبكها في دي اوكي، يعني بتشبك هنا وبتشبك هنا. Y كده يعني بناخدها من فوق، Z بناخدها برضو بنشبكها من هنا وكده. اوكي لو حافظ زد او از، يبقى احنا كده اتكلمنا عن الفوناتيك الفابيت، وقلنا ان فيه 203 فوناتيك الفابيت بيضموا حوالي 1600 كلمه ممكن ايه نكتبها. تمام بكده يبقى احنا خلصنا كتابه الحروف بالكيرسيف ازاي نشبكها. المره الجايه ناخد حاجه جديده ان شاء الله في الالفابيت برضو لحد ما نخلصها. اشوفكم على خير، سلام.